واللي كانت تسبب فيها هو حتى الجمهور، يعني ملي تيقول لك ما بغيناش هذا مطلب وبغيت يعني شيء جديد في الكره هو يكون رئيس قريب من الجمهور. انا ما بغيتش ندير داك الشيء ديال الكرافطه والسيجار ويبقى يشوفني مره قريب الجمهور في الزنقه في التيران في الوازيس في الاكاديمي، ما كانتش مزيانه. زعما الرئيس خصو يبقى رئيس، اللي بغيت قال عليه تقال اللهم يقول هكاك. ما تمشيش في الحماسه والوعود. انا كنا نرجع بيا الزمن يجي عندي جمهور يقول لي بغينا، نقول له ودي سير على قدك ما غاديش نتعلقوا. اخطاء اللي كتنشوف تختار الناس يعني منظومه ما تاخذش وتهز اللي لقيتي قدامك المنظومه، خذ وقتك رجع اللور وعاد تختار باش تختار محيط مزيان اللي ديك البطانه الصالحه التي توريك الحق حقا والباطل باطل. لان المحيط سي عزيز واش كانوا فيه غير منخرطين؟ لا ولا كانوا فيه مسيرين سابقين؟ ولا كانوا فيه تصحفيين؟ لانك انت كتقول بان الناس عارفين كيحاربوا وكذا وكذا، فبغينا نعرفوا المحيط ديالك اللي كان قريب لك وكيتشاور معك شكون فيه؟ كانوا، انا كنت نتشاور مع الصحفيه، ملي انا زعما نخبي الامور، وي كنت نتشاور مع منخرطين في بزاف الامور. جاني انا نقول لك واحد القضيه، هذا في ما نقولهاش ولكن مادام جبتي لي قلتي اخطاء القاتله، تنقول لك ان فات افوي ا موتي باردوني، الى خطا واعترفتي به النص ديالو مسموح لك ا موتي باردوني. لا ليست ديال المخرطين كما تنعرفهم انا شي وحدين في التجديد، وجبت شي ناس نثق فيهم، وجبت واحد السيد تنقول له هذا لا لا هذاك دار الراجل العمري لا لا والحرام من فعيلو دار فعلو ذاك حيد بالعودي لا 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 لا, لا بالعودي الاخر لا. وخلينا بدرجه واحد النهار جالس انايا في قهوه في كازا ويدوز واحد المنخرط الرئيس بخير كذا، قلت له لاباس سيدي بخير، قال لي ما عرفتينيش انا راه هو فلان معنا في اللجنه واحد القصيره كان في التنظيم تاعه، قال لي محبس لي الانخراط ديالي. لا خويا فين عرفتك انا كاع واش انت منخرط ولا دايز ولا مواطن؟ قال لي لا راه قالوا لي مقفور فلان هو اللي قال لك عليا لا وانا ندوزو لك. دوز لي هذاك السيد قال لي، قلت له شنو مال هذا فلان؟ قال لي لا لا صافي غير غير دوزي الانخراط ديالو. قلت شنو سميتك اخويا؟ قال لي فلان. قلت له لو دوز اخويا هذاك دوز الانخراط هذاك، حيت انا شنو زعما قلت جيت قلت اللي صالح يبقى في المنظومه ديال المنخرط، اللي ما صالحش يحيد. ما عنديش ديزارير بونسي، ولكن انا باش عرفت عادل هكا، باش عرفت العودي هكا، باش عرفت. ولكن واش ما لاحظتيش؟ لا بلاتي واحد القضيه، ما لاحظتيش بانك انت فاش جيتي كيف هذاك الحماس الزائد زادوا لك في فخرات وانت مشيتي مع ذاك الحماس الزائد؟ واش بالله عليك كاين شي واحد كيعطي بريم ديال الماتش اللي ما ملعوب عليه حتى شي حاجه ب 300 مليون؟ لا بلاتي نقول لك هذاك ماشي ملعوب، هذاك اول ماتش كان عندي انا. بلاتي اسمع عليا انت دابا قلت لي زاد دابا هو قال واش اسمع عفوا خرات انا نقول لك كاين واحد المساله ديال ديال اول مقابله عندك شو الزهر اول مقابله ديربي وديربي امتى؟ نهار الجمع العام وفي التوقيت ديال اللي كان فيه الجمع العام صدقت مسبق انا الجمع العام من الجمع العام مشيت نجري للطيران كاع ما مغدي ودابا تتقول اول ماتش نبدا جيتي فكرتيها في الغداء نبدا زرق ما تغديتش اخويا في انا لا عرفتي علاش انا مني ما تنتغداش قبل الجوج صافي تنديموراليزي تطيح لي لا غليسيمي سكر السكر يطيح لي هذا ديما عندي واخا نقب اللي كان انا عطيني سندويش عطيني ما عارف شنو هو ناكلو في الطريق ما عندكش ماشي ضروري فورشيطه ولا داك الشيء عنده وقته وعنده بلاصتو خصني اول مقابله ربح شنو قلت للدراري في الفيستيار قلت لهم انا جيت للراجا انا اول رئيس جا بوحدو مترشح بغا الجمهور ولكن الا بغيتو تدخلوني في العماريه هي نربحوا هذا الماتش ديال كيربي والصرف 310 310 مليون الى 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 310 في الماتش اذا انت غتجي 310 مليار مالنا كاع الماتشات ديربيات
لا لا ما اسمح لي شحال ديبيت الطوب ديالو شحال كيوصل عطيت ماتشات انا بلاتي عطيت بلاتي اسمح لي انا باقي الراجل كيتلعب على البطوله ديك الساعه ديربي باقي ملعوب البطوله والله يهديك ملي كتربح راك قربت حتى خسرنا مع اسفي اسفي الماتش اسفي مشات في البطوله تصور انا اول مره بخميغ دي فيت عاوتاني انت شتي غير هذاك دربح شوف لي النفسيه ديالي نهار النهار ديال اسفي راه بحال عندي جنازه ومن ضخت انا تيعيط لي مسكين اوزان الله يشافيه على اجي عندي للدار مشيت عنده للدار عاد كالماني شي شويه راه لا ديفيت هي هادي وانا ما سكت ما ترضاش قلت لك التكوين ديالي ولا شي تربيه تربح كل شيء غادي ودي كل شيء وهذاك اللي جيتي تقول لي ندي كاس العالم كاع انا سمعتي ما كاين باس دونك ماشي قضيه الحماسه سيتي موتيفاسيون سبيسيال وبغيت شي حاجه وفعلا مشاو معايا بالدراري وخدا درنا ماتش 3 بريم ديال 20 ميل ربحنا بركان في بركان بجوج لزيرو خداو فيها الدراري بريم خلصنا شحال من ماتش ديال ليفار ما درتش معاهم لا بريم ومشيت عطيتهم 20 ميل درهم الواحد في الجديده كانوا في بيلمان غنلعبوا مع الماتش الجديده 20 ميل درهم الواحد اسبيس ما بلاتي تعادلنا في هذا الديربي الاخر في رمضان عطيت الدراري بريم اسبيس في رمضان على اساس قلت لهم انا بالنسبه لي ربحتو ماشي تعادلت ذاك الماتش ربحتو استاهلوا بريم در الرباح رجع معك السي عادل لو سمحتي السي عز لو سمحتي لي للمحيط انت دور رجع لي للمحيط والبيطانه وداك السي عاد بالعودي مني 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 جيت الرجاء وانا كندوي على هذه الكلمه ديال المحيط الناس ما بغاش تفهمها والناس ما بغاش تقتنع بها وهي سبب انت كتقول دابا الفشل ولا من الاسباب الرئيسيه جوج الاسئله كيفاش اختاريتي بعد هذا المحيط لا انا قلت لك لا ما ماشي وعلاش تخليتي عليه لا ولا واش هما اللي تخلاو عليه حيت عاوتاني شكون واحد ياخذ حقه شوف نسيت تكون رئيس دراج انا تنقولها لك انا بديت تخلى عليك حتى شي واحد توجور تي سوليسيت تاع رئيس دراجة راه ديال هذه شخصيه دراجة علاش نقول الرجاء كنتي رئيس دراجة كلشي تيسول فيك كلشي ولكن واحد الوقيته انت رئيس الدراجه ما بقات واحد كي بي بي كلشي ناض ضدك لا بلاتي واحد الوقيته مني نسيت كلشي تيمشي تخبى علاش ما دايراش ما دايراش الكره معاك مني تدير الكره كلشي تعرض لك كلشي هذا التليفون ما تيوقفش باب التهاني وبكذا ماشي كما مثلا ما دارش خسرتي يقول لك وحنا معاك لا خيرها في غيرها كاينين شي ناس ديال زامي بروش خيرها في غيرها وكذا كذا ما حنا تنهضروا على المحيط قال لك هادو الناس اللي دايرين بك اللي عندهم مصلحه اللي عندهم منفعه اللي عندهم علاش كيفاش واش اختاريتهم ما تختارش داك الشيء اللي لقيتي قدامك انا كون مثلا عرفتك انا في الاول وجيتي قلتي لي كذا ونعرفك راجل مزيان هذا راه نصاحب انا وياك الله يحفظك ونعرفك ما عندك حتى حاجه في الرجاء ما نعرف مثلا علاش نضيع بزاف ديال الفرص اللي دوزنا لانه ما عرفتيهمش اللي ما عرفكش خسرك ولكن من بعد فاش لقيتي قدامك من بعد فاش طحتي درتي قلتي حباس هادو ما عاونونيش ما داو ودرتي بغيتي تاخذ شويه من الناس اللي عندهم ليكسبيرونس وداك الشيء فعلا رجعنا مني قال لك تا الجمهور مني ولا تيقول لك ولا دابا انتيا درتي اغلاط فادحه سمعتي للجمهور واللي سرحوك في الاول وغلطتي ومن بعد رجعتي عاوتاني للجمهور قالوا هما سرحوك عاوتاني منين عتجيب الناس اخر منين عتجيب هاد الناس نشريهم بدو يلا سمعوا لنا جمعناهم واحد النهار وجلسنا راه كان معنا حتى ذاك النهار كان بعدا شرفنا السي حوراني وانا كنت فرحت مني كان هضر قلت سمعته غادي يترشح وللاسف ما كان يكونوا ثلاثه المرشحين ونشوفوا نوع جديد من المرشحين وبرامج جديده قلت لهم واخا سيدي سمحوا لينا حنا غلطنا وتجاهلناكم احنا دابا رجعنا عندكم زيدوا الله يرحم الوالدين باش نديروا راك شتي اللي وقع عاوتاني ما نعاود نجلسوش نعاودوا في هذه الاسطوانه هذه يعني انا ما تنقولش لك هذه تجربه دوزنا ما تنهضرش على الفشل نقينا جينا عطينا وعود انا قلتهم لك ديال الانتداب ودرناه ديال الفلوس وضخيناها ميزانيه دراجه ديال التنقيه ديال الاجواء ودرناها ما دارتش الكره نتائج شتي الكره كان قال لي واحد صاحبي قال لي راه دير عين النتائج ودي كاس شامبيون تيتر ولا بغيتي الوازيس بيعها ما كاينش اللي يهضر معاك تخيل وعنده الحق ما دارتش معاك الكوره راه الكوره واخا تعطيتها تجيب معاك 10 المليار نهار ما تدورش معاك غتسمع السبان وتسمع ما نعرف اشنا هو الشيء اللي ما تكره خلق عزيز وسيب العودي